علينا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كثكث وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو ياسين الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو ياسين تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو ياسين. مساء الخير يا أطفال، وش راكم؟ راكم منوري اليوم بهاد الرسومات وكامل. إذن أنتم تاني اللي راكم تشاهدوا فينا، إلا حبيتوا تجوا تحضروا معنا في حصة مع عمو يزيد، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تسجلوا في حصة مع عمو يزيد عبر الإنترنت لازم شوية صبر، لأن التسجيلات كثيرة والأطفال كلهم حابين يجوا يحضروا معنا، وإحنا تاني ماذا بينا نستضيفكم كامل كما راكم. إذن شوية صبر باش تحضروا معنا. كالمعتاد في بداية كل حصة نتكلموا على أيام عالمية مهمة اللي تفيدنا في حياتنا لما نتوقفوا عندها. وهذه الفترة هذه في يوم 29 نوفمبر يوم عالمي مهم جدا، هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. يا أخي عابكم للشعب الفلسطيني مضطهد، وإحنا لازم نتوقفوا دائما باش نتضامنوا مع هذا الشعب الشقيق يا أخي. وخاصة إحنا بما أننا حصة خاصة بالأطفال دائما نتوقفوا ونتضامنوا ونفكروا في أطفال فلسطين. يا أخي أطفال، كبداية كل حصة نعطيكم لغز اليوم، تحبوا الألغاز؟ إذن لغز اليوم يقول: مدينة حمراء أسوارها خضراء سكانها سود مفاتيحها من حديد، من هي أو ما هي؟ على بالي أنتم شاطرين، فكروا إلى غاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا الأطفال اللي يشاهدوا فينا، وإلا حبوا يجاوبوا على اللغز يتوجهوا لموقعنا الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة هذه. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. اليوم اخترنا لكم شخصية، هو كاتب وصحفي اللي راح تعرفنا عليه نور الهدى، هو الطاهر جاود. تفضلي نور الهدى، تفضلي. دقيقة. تفضلي نور الهدى. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكيكم على حياة الشخصية طاهر جاود. ولد طاهر جاعوت في 11 يناير 1954 بقرية أرخو بضواحي أزفون في منطقة القبائل. سنة 1964 انتقلت عائلته إلى الجزائر العاصمة. في سنة 1971 وفي 1974 تحصل على شهادة البكالوريا في الرياضيات، وفي جامعة الجزائر العاصمة أحرز شهادة ليسانس في الرياضيات. دخل طاهر جعود مهنة الإعلام لحاجته في كسب معيشته قبل أن يتخصص في الكتابة الصحفية السياسية. بين 1976 و1977 ساهم طاهر جعود بكتابته في الملحق الثقافي لصحيفة المجاهد، ومن 1980 إلى 1984 عمل كمسؤول على القسم الثقافي في المجلة الأسبوعية الجزائر الأخبار، ونشر العديد من المقالات عن الرسامين والنحاتين. في 1985 تلقى طاهر جاعود منحة لمواصلة دراسته في باريس. في 1984 عاد مرة أخرى إلى الجزائر العاصمة واستأنف تعاونه مع الجزائر الأخبار، في حين أنه يستمر في العمل لرفع وعي الفنانين الجزائريين أو الأصل الجزائري في المهجر.
في سنة 1992 غادر طاهر جعوت الجزائر الأخبى ليؤسس مع رفاقه السابقين أسبوعية القطيعة ليصبح مديرها في 16 يناير 1993. في صباح المبكر من يوم 26 ماي 1993 بباينام عندما صعد في سيارته أطلق عليه النار. في يوم 2 جوان 1993 توفي طاهر جعوت في مستشفى عين نجا العسكري بعد أن قضى أسبوعا في الغيبوبة، ودفن بمسقط رأسه يوم 4 جوان 1993. برافو 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 نور الهدى، برافو برافو نور الهدى، برافو. يا أطفال، تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا على السابع، شو اللي يقدر يعرف؟ أعطيني الميكرو. على السابع شكون الإنسان اللي يكون قدامنا وصلنا النبي عليه؟ اسمه؟ تعالي تعالي تعالي، واسمك بنتي؟ إيمان. وين تسكني إيمان؟ في بومرداس. في بومرداس. أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم على الجار. على الجار، أوصانا على سابع جار. وعمو يزيد بهذه المناسبة هذه دالكم أغنية، الأغنية نقول فيها: جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، أوصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يلا تغنوا كامل معايا: جاري يا جاري مختار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الأنظار حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. للجيران ربي أوصى والعدنان، أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان. أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. أهل الدار جاري، ما حال الأولاد؟ عيد أمتنا قد عاد. جاري ما حال الأولاد؟ عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يا
جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. شكرا، برافو 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 برافو. إذن أوصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار، لازم الجار دائما نتهلاو فيه باش يتهلا فينا. يا أخي تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن كمل، نرحبوا بعمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية. تفضل عمو سليم، تفضل. تفضل على عمو سليم. برافو 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 عمو سليم، برافو برافو عمو سليم. إذن عجبكم عمو سليم يا أطفال؟ اليوم راح نحكي لكم حكاية، تحبوا الحكايات؟ إذن النملة الكريمة، يلا كمل معايا. يا أطفال كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية النملة الكريمة. واحد النهار كانت واحد النملة كانت في البيت نتاعها مع ولادها، وكانوا جيعانين بزاف، كانوا يتلاووا من الجوع. يا ماما حبينا ناكلوا رانا جيعانين، ولكن برا كانت الشتاء
تطيح شتا بزاف. قلت لهم ما نقدرش نروح نجيب لكم الماكله، هاي الشتا تطيح بزاف. ماما بصح رانا جيعانين حبينا ناكلوا. قلت لهم بصح الشتا راه يطيح بزاف. ومن بعد جاتها فكره، قالت دوك نروح عند جارتي النمله الاخرى نشوف كش ما عندها، كش ما عندها تعطي لي ومن بعد نرجع لها. راحت تحت الشتاء هكذاك، تحت الشتاء هذيك تحت المطر، ورحت عند الجاره تاعها دقت عليها قالت لها واش حبيتي؟ قالت لها ولادي راهم جيعانين وما عنديش الماكله، شوفي كش ما عندك دي بانيني هكذا سلكيني اليوم نعطيهم ياكلوا ومن بعد نرجعهم لك. شفت فيها هكذا؟ قالت لها لا لا ما عنديش، ماما انا ما عندي والو. هي كانت تكذب، كانت عندها الماكله. رجعت هذيك النمله، رجعت عند ولادها هكذا خايبه شغل، قالت لهم ما عندهاش وما حبتش وما باليش. ومن بعد فجاه المطر حبس، حبس المطر. كي حبس المطر خرجت هذيك النمله تجري، راحت تجري هكذا راحت تجيب الاكل، وجابت الاكل لولادها وجابت بالزياده باش خزناتو خباتو، خبات هذاك الاكل. ومن بعد سمانه من بعد سمانه من بعد جات واحد الشتاء كبيره، الشتاء طيح 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 هذيك الشتاء. سمعت الباب يخبط، هذيك النمله الاولى اللي راح تطلب على جارتها هي اللي سمعت الباب يخبط، راه سمعت دقديق في الباب، راحت فتحت الباب صابت هذيك النمله اللي ما حبش تعطيها الماكله. قالت لها واش حبيتي؟ قالت لها الشتاء راه يطيح والماكله خلصت لنا وولادي راهم جيعانين، شوفي كش ما عندك تسلكيني اليوم. بصح هذيك النمله كانت خير منها، كانت كريمه. قالت لها ايه يا جارتي عندي دوك نعطي لك الماكله، ودخلت راحت جابت لها الماكله. وهذيك النمله قعدت تشوف فيها قالت سبحان الله انا درت فيها الشر اذا درت فيها الخير. عمو يزيد، عمو يزيد، نستخلصوا من هذه الحكايه، اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم على الجار فيجب الاحسان اليه. بالضبط بالضبط بوبي، بالضبط بالضبط بوبي، جبنا حكمه جميله من هذه الحكايه هذه. اذا لازم يجب الاحسان للجار، لازم نتهلاو في جيراننا يا اطفال. بالمرات الجار يكون محتاجنا، بالك تسيب واحد جارك يكون كبير تعاونوا باش ترفد معه القضيان، بالك جارك محتاج انك تعاونوا. احنا الجار مهم جدا في حياتنا يا اخي يا اطفال. يلا يا اطفال عجبتكم الحكايه؟ اذا لازم تهلاو في الجيران ديالنا يا اخي. انا لحقنا للركن درك اللي نحبونا بزاف، وين تجوا تحكوا لي النكت تاعكم. شكون عنده نكته جميله جي يحكيها لي؟ تعال 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 اقعد وليدي، احكي من الميكرو. واسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن وين تسكن؟ في بير خادم. بير خادم خير الناس، احكي لنا النكته تاعك. واحد الخطرة جابوا حمار وحمار وحشي باش يديروا السباق، قالوا واحد اثنان ثلاثة، قلع الحمار الوحشي وبقى الحمار، قالوا له واش ما قلعش؟ قالوا ما نقلعش حتى تطوني تريكو كيما صاحبي. برافو 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 برافو. تعال 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 احكي من الميكرو. واسمك وليدي؟ عمر عبد الحق. عبد الحق وين تسكن عبد الحق؟ بليدة. في بليدة. مدينة الورود ما جبتناش معك وردة اليوم، ها المرة الجاية جبنا وردة بصح سلمنا عليهم كامل يا أخي. يلا احكي لي النكتة تاعك. قال لك واحد البوليسي قا واحد سكران، قالوا هذاك البوليسي قالوا عندك مخالفة، قالوا هذاك السكران قالوا تيريها بلاصتي راني عيان. عم بالهم مخالفة تاع الماتش. تفضل تفضل، شكون اللي عنده نكتة؟ شكون اللي عنده نكتة؟ تعال تعال أروح. واسمك؟ زين الدين. زين الدين وين تسكن زين الدين؟ في زيرالدا. في زيرالدا، احكي لنا النكتة. كان واحد النهار واحد جزائري واحد فرنسي واحد ألماني، قال لهم معلم تاعهم قال لهم حوسوا لي على كركودين. بعد الفرنسي قال لهم راح حوس حتى ما لقاش، وفرنسي حتى راح حوس حتى ما لقاش، وبعد الجزائري راح حوس حتى تقول جاب جرانا قال لهم هذه هي جرانا. اوكي اوكي يا اطفال يا اطفال، لحقنا دركا الفقره الجواب عن اللغز، لحقنا دركا الفقره الجواب عن اللغز. اقعدوا في الاماكن تاعكم دوك انا نعيط لكم. اذا مدينه حمراء اسوارها خضراء
سكانها سود، مفاتيحها من حديد، من هي أو ما هي؟ تعال 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 أروح ولدي. واسمك؟ فتاة إسحاق. وين تسكن إسحاق؟ في مدينة بوسماعيل ولاية تيباسا. في بوسماعيل. وش هو الجواب؟ دلاعة. دلاعة واسمها بالعربية؟ وشان؟ واسمها بالعربية الفصحى؟ واسمها؟ بطيخ. البطيخ. شكون اللي قالها لك؟ أنا. اللي قلتي لها. معلش برافو بنتي برافو، ولكن نعطوا له الكادو ليه؟ لأنه هو اللي صاب الدلاعة، أعطي لي الكادو تاعو. برافو بنتي برافو برافو. إذن حنا الشاطرين اللي يسيبوا الجواب على اللغز دائما نعطوهم هدية، قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، وكذلك نعطوك سيدي، سيدي من حق الطفولة، فيه 22 أغنية لعمو يزيد، إن شاء الله يفيدوك. تفضل تفضل. لحقنا دركا، برافو برافو، تصفيقة تصفيقة، برافو برافو. لحقنا دركا إلى ركن عيد الميلاد، عيد ميلاد اليوم عندنا عيد ميلاد مريم، التحقي بي يا مريم 5 سنوات. إذن أنا راح نغني لمريم عيد ميلاد أحلى عيد، وهي وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع مريم. يلا أروحي مريم، تعالي بنتي، تعالي تعالي تعالي، يلا التحقوا بي. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي مية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي مية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذن 6 5 4 3 2 1 يلا برافو 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 برافو. إذن عمو يزيد يعطي لك بنتي شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد باش تحتفظي بها كذكرى، هكذا في ظرف جميل هكذا، هاكي بنتي تفضلي. وانتوما كذلك رايحين كي تخرجوا تسيبوا الشهادات نتاعكم كامل ينتظروا فيكم، تاخذوهم كذكرى لعمو يزيد، وراح تاخذوا كذلك سي دي تاع من حق الطفوله مهدى من راعي البرنامج رامي. يا اخي اطفال، وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل على نفس القناه في نفس التوقيت. نحبكم يا اطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء،
لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.